بس انت وجاسر ما كانش العادي انكوا تتخانقوا، صح؟ ايوه صح. مش العادي ان احنا نتخانق. طب احكي لي بقى اللي حصل يومها. ايه؟ انا كنت هنام، عاوز ايه؟ لا انا عارف انت هتقول ايه، وانا اقسم بالله دماغي مش مستحمله اصلا. انا ملاحظ يعني اليومين دول عمال تتعوج وتتلو وتديني في اوامر، وفي البروفات دي عجباني ودي مش عجباني، في ايه؟ انا ما عملتش حاجه اصلا عشان تقول لي كده. وحاضر يا نوحي، هاجي البروفه بكره واحط جزمه في بقي ما دام ده مريحك. انت كده بتستفزني، انا ماسك نفسي بالعافيه، مش عايز احرجك قدام الناس، اصغرك واصغر روحي، انا جبت اخري. تمام. وايه اللي تمام؟ يعني حاضر يا نوح، مش هستفزك، بس اسمح لي بقى، بما اننا لوحدنا ومفيش حد سامعنا، انا عايز اسالك على حاجه. انت شايف اللي انت بتعمله ده صح؟ اللي هو ايه؟ لا انت عارف كويس انا بالنسبه لي تمام، بس حط في دماغك انت كمان انا قربت اجيب اخري. وده ان شاء الله هعتبره تأديب. اوعى تكون فاكر ان انا مش عارف انك مشارك يعقوب. لا عارف، ومن زمان، واحمل نفسي مش واخد بالي. بقول يمكن يرجع لوحده، يمكن يرجع جاسر بتاع زمان، يمكن يرجع لاخويا اخي الكبير. لكن انت سايق الهبل على الشيطانه. انت مفيش فايده فيك. يا جاسر انت كده بتعند، هتتربع على دماغنا كلنا يا ابن الشواف. في ايه يا نوح؟ بتخانقوا ليه؟ مفيش حاجه يا مروه، شوف انت كنت بتعمل ايه؟ جرى ايه يا نوح؟ سوقه جاب لاخر الشارع. طب ممكن تهدى وتحكي لي في ايه؟ مروه خرج انت دلوقتي، سيبيني مع عنديل. هو في ايه؟ نعرف مين جاب سرد جاسر ويعقوب العم. أنا اللي قلته له يا نوح. ممكن أعرف ليه؟ عشان خايف على جاسر. بصراحة مش قادر أفهم أنت ليه سايبه بيعمل كده. يعني أنت عايز تربيني أنا وأخويا على مزاجك؟ لا يا نوح، بعدين اهدى عشان الأمور ما بتتاخدش كده. تعالى نقعد نهرسك على كل حاجة. تعالى.